نحن بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم حندير مقارنة ما بين سوفت وير سيماتيك مانجر الخاص بالألف والخاص بالستيب 7 300 وستيب 7 400 والسوفت وير باكج اللي هو تايا بورتال الخاص بال 7200 وال 7500. السيماتيك مانجر ال 1200 اللي قدامنا الان في الصوره هذا خاص بسيمنز 300 و400 اللي صنعتها سيمنز في عام 97 واستمرت به بالعمل لعند 2011 وما زال موجود في اغلب المصانع واغلب المحطات. طبعا هذا السوفت وير باكج لما نجي نبرمج الفرق بين البرمجه لما نجي لابد نفتح اول حاجه بروجكت تري لاي مشروع بتاعي. فحنقول نفتح على نيو بروجكت وناخذ هنا النكست وناخذ السي بي يو بتاعي اللي مناسب ليا اللي بنركبه في البروسيس او العمليه اللي بنديرها. لو اخترت 312 حيعطيني هنا الاوردر نمبر قدامي وحيعطيني هنا الورك ميموري قال لي 32 كيلو بايت وكل بت تستغرق 0.1 ملي سكند. ولو اخترت ال 312 سي وهكذا، نقول مثلا اخترنا 312 سي سي بي يو بتاعنا، نقول له نكست، نختار اللادر مثلا البروجرام اللي بنبرمج بيها، ونختار او نختار الستيتمنت ليست او نختار الفانكشن بلوك، وليكن مثلا اخترنا اللادر بروجرام، نقول له نكست، ونكتب هنا اسم المشروع، وليكن مثلا اسم المشروع نسميه مثلا تريننج. تريننج 1 مثلا. ونقول له فينش. بالشكل هذا انا تو قاعد يعالج هو يبي يدير لي الشجره بتاع المشروع او البروجو او البروجكت تري بحيث انا نقدر نبرمج اليوزر بروجرام بتاعي وفي نفس الوقت ندير الهاردوير كونفيجريشن. ضروري في البي ال سي تبرمج بروجرامنج يوزر بروجرام تدير وتدير حاجه اسمها هاردوير كونفيجريشن، توصف السي بي يو بتاعك وتحط البارامترز بتاع الانبوت والاوت. لو جينا هنا نبرمجه حندير دبل كليك على الاو بي اللي اورجنايزيشن بلوك، درت هنا دبل كليك عليها، حندير انا برنامج صغير هنا يشغل لي اي شيء. فطبعا هنا نجي ندير كليك نبي نحط مثلا عندي هنا اللايبراري موجوده عندي بالكامل قاعده واضحه هنا، لكن هنا نقدر نختار نورمالي اوبن مثلا والنورمالي كلوز والاوت بوت. الانبوت بتاع سيمنز معروف انه هو اي باي اي بايت 0 بت 0. حندير اي بايت 0 بت 0 وندير انتر وهذا نعطيه اي مثلا بايت 0 بت 1 وندير انتر ذا والاوت بوت في سيمنز ديما الادرس بتاعه كيو ونقول مثلا كيو بايت 1 بت 1 ودرت انتر. انا بالشكل هذا برمجت. طبعا سيمنز داير لي ميزه وهو البي ال سي سيم بحيث نقدر انا نشغل البرنامج اونلاين، نشغل برنامج اونلاين. لو جيت هنا ودرت كليك على البي ال سي سيم هنا حيفتح لي سي بي يو سوفت وير قعد يشغل لي يدير لي في محاكاه وكاني موجود في منظومه حقيقيه. كاني موجود في منظومه حقيقيه حنقلب انا حنحط عن الران بي ونختار الاختيار بتاعي ما عندي الشبكه عندي مالتي بويت انترفيس. الان انا نقدر تو ندير داونلود هنا على طول البي ال سي سوفت وير بتاعي حملته للسي بي يو اللي توه وحنشوف البرنامج بتاعنا يبدا يخدم. اعطاني هنا اونلاين نقدر نتحكم نسكر هذه الاي 00 هذه الانبوت الاول البايت 0 البت 0 اللي حنسكرها حنحقها هنا يشتغل بدا يشتغل عندي اونلاين. انا هيك درت شنو نحول المونيتور هيك درت اليوزر بروجرام تو نبرد نبي ندير الهاردوير كونفيجريشن. لما ندير الهاردوير كونفيجريشن جينا ندير كليك على السيماتيك وندير كليك على الهاردوير فحيفتح لي الهاردوير كونفيجريشن. لان ضروري من البرمجه انك تدير اليوزر بروجرام زي برنامج مبسط درنا الان وتعدي الهاردوير كونفيجريشن. هنا نجور الهاردوير كونفيجريشن احنا نتكلم الان على السيماتيك مانجر الخاص بالستيب 7 300 والستيب 7 400. فديما طبعا السلوت الاول خاص بالباور سبلاي السلوت الثاني هذا كامل خاص بالسي بي يو. هذا كنت تذكره لما درت البروجرام تري انا اخترت 312 سي. ديما السلوت رقم 3 خاص بالانترفيس موديل من رقم 4 وعدي لعند رقم 11
هذين خاصات بالانبوت اوتبوت من 3 ل 11 انها 8، لان كل سي بي يو 300 نقدر نركبه معاه عند 8 كروت في الراك الواحد. فهنا حنجي ناخذ هنا السيمات ال 300 من اللايبراري هنا ونختار، طبعا انا نبي ديجيتال انبوت، حنجي للسيجنال موديل وحناخذ في الديجيتال انبوت هنا 300 ونياخذ وليكن الكارت متاعي اختارت الان هذا، ندير عليه دبل كليك حيدخل معايا مباشره. هو جاني ديجيتال انبوت 16 ديجيتال انبوت سبلاي بتاع 24 فولت دي سي، وهذا الاوردر نمبر بتاعه، وهيحجز الادرس طبعا بما ان 16 معناها 2 بايت، البايت الثمانيه الاولاد حيحجن البايت 0 والاخرات حيحجن البايت 1. كذا ندير عليه دبل كليك حيفتح لي الكارت من جوا، فتح لي الكارت قال لي الادرس هذا ديجيتال انبوت موديل اللي اخترته انت يتكون من 16 انبوت 24 فولت دي سي، و هذا الكارت نتاعي بالشكل هذا. وهنا طبعا الادرس نتاعي اللي هو الثمانية بما ان 16 معناها اول 8 انبوت الادرس نتاعهم بايت 0 والثاني حيحجز البايت 1. نقدر انا نلغي الديفولت ونحط اللي نبيه، لو حطيت انا واحد حياخذ الثاني 2 مباشرة وهكذا. لو خذيت هنا انبوت انالوج ثاني كارت هنا بنحط انا انبوت انالوج، فحنلغي الديجيتال هذه وحناخذ الانبوت انالوج هذا وحناخذ وليكن مثلا انبوت كارت. حطيت الانبوت انالوج، الانبوت انالوج هذا لو خشيت عليه نقدر نهنا الانبوتس مثلا نقدر هو عباره عن اربع انبوت، معناه الانبوت الاول حياخذ 4 من 20 ملي امبير، نقدر مثلا نخليه من 20 من 0 ل 20، الانبوت الثاني نخليه من 4 ل 20، الانبوت الثالث نخليه من 4 ل 20، والانبوت الرابع نقدر نخليه شنو دي اكتيفيت، نخليه سبير يعني. والان ندير اوكي، هيك انا درت ضبط للهاردوير كونفجريشن، وبعدها ندير له داونلود للسي بي يو، السي بي يو حيدير داونلود له ويقارن بالوضع الاكشوال على طول. هنا بدا يحمل او شفناه حملنا هيك السي بي يو قاعد شاغل وجاهز للعمل، حملناه يوزر بروجرام وحملناه لهاردوير كونفجريشن. لو جينا للتراي بورتال يختلف التراي بورتال هذا هذا التراي بورتال السوفت وير الجديد اللي خاص بالاس 7200 والاس 7500. لو جينا هنا قلت لك كرييت بروجيكت، نبي ندير بروجيكت سريع، واخترت البروجيكت حتى هو سميته تريننج. وعلى طول قلت لك كرييت، قلت لك كرييت البرنامج حيدير لي اوتوماتيك تري شجره البروجيكت، عنوان البروجيكت بتاعي تريننج 1. هذا في السيماتيك، هذا في التيا بورتال، لان هو عنده اثنين، اهي توتال اهي فوق انا توتال انتجريتد اوتوميشن اللي هي التيا بورتال، هذا خاص بالبي ال سي 1500 1200 اللي تشتغل عليه لين سيمنز طلعت للاصدار بتاعها في 2011 و2012 وبدات تخدم عليه للان، وقفت الشغل على ال 300 وال 400. مازال الان يدير يحاول يدير كرييت للبروجكت، ياخذ وقت شويه لان السوفت وير سموه توتالي لانه موجود فيه ال 1200 وال 1500 وكذلك سكادا سيستم، سكادا تقدر تبرمجها معاه. فانا تو بندير هاردوير كونفجريشن، حندير كليك على الكونفجر ديفايس وحنقول له اد، ضيف لي اد نيو ديفايس. تو بندير هاردوير كونفجريشن قبل، وحنختار السي بي يو بتاعي او نختار، حيقول لي انت هل تبي تخدم سكادا ولا بتخدم سي بي يو. هنا طبعا اذا كان بنخدم كنترولر هنا بنخدم اتش ام اي فليكسيبل سكادا شاشات اللي جنب البي سي، او نبي نخدم البي سي سكادا اللي خاصه بالكنترولر. لا بنخدم كنترولر، لما قلت له بنخدم كنترولر مثلا 1500 درت كليك وجيت للسي بي يو قال لي اختار السي بي يو بتاعك، وليكن نبي نختار السي بي يو هذا، حيطلع لي انواع سي بي يو 15 16 شرطه 3 يخدم بروفي نت ويخدم بروفي باس. نجي هنا ندير دبل كليك، اخترته اعطاني مواصفاته كل، قال لي الميموري بتاعه 1 ميجا واعطاني باقي المعلومات، لقيتها يناسبني درت له انا اد. حيفتحه